قدرت أوفق بين الدراسة والرياضة. أنت تعرف إنه هذا شيء مو سهل، لكن أكيد مساعدة الجميع، يعني مساعدة الدكاترة وبالخصوص الدكتور صباح قاسم كان له دور كبير ومميز في يعني في تسهيل الأمور. اللي يعني تعرف إنه أنا كنت بالمرحلة الثانية، كانت بفترة بطولة غرب آسيا، كنت ألعب المباريات ووقت الامتحان كان سيد راضي تحياتنا إلى سيد، أكيد يعني تحياتنا ما له. قصر وياي، وكنت دائما أطلب من عنده يعني بوقت التمرين إنه أروح أمتحن وأرجع. كان يقول لي أصلا لا تمتحن، روح لا تتمرن عادي، ماكو مشكلة، إنه روح خلص دراستك وعلى راحتك وما عندي مشكلة، حتى لو المباراة ما تجي أهم شيء دراستك. كان داعم لي يعني بشكل كبير جدا، جميل أن يعني تجد الدعم إنه من قبل بطولة غرب المدرب. آسيا اللي سنة 2023 اللي حضرناها على المنتخب الإيراني.